تشهد البحرين في هذه اللحظات سباق جائزة رولكس الصخير الكبرى للفورمولا 1 2020 على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، احتفالا بالنسخة 17 لسباق الفورمولا 1 في مملكة البحرين والجولة 16 من البطولة العالمية، وذلك على المضمار الخارجي لأول مرة. هذا وتمت دعوة عوائل العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة الأخرى في مملكة البحرين لمتابعة منافسات سباق جائزة رولكس الصخير للفورمولا 1 2020، عرفانا لمساهماتهم والتزامهم الكبير ضمن الجهود الوطنية المبذولة للتصدي للجائحة في المملكة. وللإطلاع أكثر على تفاصيل السباق ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل مركز الأخبار الزميل يحيى العمري المتواجد حاليا في حلبة البحرين الدولية. الزميل يحيى، على ما يبدو أنك في غرفة العمليات التابعة لوزارة الداخلية في حلبة البحرين الدولية، لو تضعنا في صورة الأجواء لديك مع انطلاق سباق جائزة رولكس الصخير الكبرى للفورمولا 1. نعم زميلي علي، شكرا لك ولزملاء في الاستديو. بالفعل أنا متواجد الآن في غرفة العمليات التابعة لوزارة الداخلية في حلبة البحرين الدولية. هذه الغرفة التي تطلع وتتابع جميع الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين، الإجراءات الاحترافية في التعامل مع هذا السباق وتنظيم السباق وتسهيل دخول وخروج جماهير هذا السباق الذين قدموا من مختلف دول العالم ومن مختلف مناطق مملكة البحرين، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وأيضا ملتزمين بالإجراءات التنظيمية لنجاح هذا السباق. هناك جهود كبيرة وحثيثة أيضا تبذلها وزارة الداخلية وطواقمها الذين انتشروا في مختلف أرجاء حلبة البحرين في الداخل وفي الخارج أيضا وأيضا بين الجماهير لضمان نجاح وتسهيل عملية الدخول. الحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن دور وزارة الداخلية والقائمين عليها، يسعدني أن ينضم لي على الهواء مباشرة الملازم عبد الله خليفة الشمولي. لو تتفضل سعادة الملازم، أنتم كضباط في غرفة العمليات التابعة لهذه الحلبة ولوزارة الداخلية، يعني ما هي أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل الاحترافي مع جائحة كورونا؟ طبعا في البداية تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والمرورية لضمان انسيابية الحركة المرورية من خارج حلبة البحرين الدولية إلى داخلها. كذلك تم وضع شرطة المجتمع داخل حلبة البحرين الدولية لضمان التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في مملكة البحرين. كذلك تم نشر أفراد الدفاع المدني على امتداد حلبة البحرين الدولية لضمان سلامة المتسابقين وحضور حلبة البحرين أو حضور المواطنين في حلبة البحرين الدولية. كلمة تحب توجهها للمشاهد والمتابع ولا أيضا للجمهور الذين حضروا وطلعوا على هذه الإجراءات الاحترافية التي تم اتخاذها لنجاح هذا السباق؟ طبعا في البداية نحب نشكر سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء البادرة والفرصة الطيبة اللي قدمها لأبطال الصفوف الأمامية لحضور هاي السباق. كذلك نحب نشكر القادمين من خارج مملكة البحرين لحضور هاي الحلبة، طبعا لحضور حلبة البحرين الدولية، ونشكر المواطنين وشعب مملكة البحرين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. نعم، شكر لكم أيضا على جهودكم المميزة الملازم عبد الله خليفة الشمولي، احنا شاكرين لكم هذه الجهود وأيضا لكم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة وللجمهور الذين بالفعل أثبتوا مدى الوعي والإدراك الذي تتفاخر به مملكة البحرين اليوم في نجاح مثل هذه المناسبات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين ودول العالم أيضا. زميلي علي وزملائنا في الاستوديو، الأجواء في خارج غرفة العمليات أيضا في أرجاء هذه الحلبة ومرافقها أجواء بالفعل حماسية، هناك تفاعل بالرغم من كم الظروف وكم الإجراءات، تفاعل كبير من قبل الجمهور ومحبي هذه الرياضة، رياضة سباق السيارات الفورمولا 1. هناك أيضا جماهير بحسب التوجيهات الذين حظيوا بفرصة من الصفوف الأولى للمشاركة، الأطباء وعائلاتهم، وأيضا هناك حضور كثيف من مختلف الفئات العمرية، الشباب الكبار
وأيضا الأطفال الصغار والجوانب الترفيهية التي وجدت مقتصرة على حسب الإجراءات التي تم اتباعها مؤخرا. نعم الزميل، هذا كل لدي زميل علي، وأعود لك في الاستديو. نعم الزميل يحيى العمري مراسل مركز الأخبار، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الصحة في